السلام عليكم، ما خدش حقه، ما خدوش حقهم، لم يأخذ حقهما. عشان أكلم هنا مثنى، أتكلم عن مصطفى البشتيلي، الحاج مصطفى البشتيلي، ثائر بولاء ضد الحملة الفرنسية، الذي لم ينصف التاريخ ولا أهله ولا شعبه كمان. هذا الراجل القادر المقتدر، صاحب الوكالة الكبيرة للزيوت، صاحب المعامل، صاحب المخازن، الراجل اللي أستطيع أن يعيش بماله وبثروته هنيئا مريئا، وربما جهل الاحتلال الفرنساوي والحملة الفرنسية ممكن يشارك بالقول، بالكلام، بالنقاش، بالغضب، بالتضامن، بالتعاطف، بالدعم المالي الخفي. لا، ده هو حول وكالته مخازن بارود وسلاح في ثورة القاهرة الأولى. الراجل اللي استطاع أنه يجعل من ثروته ومن ماله ومن وكالته ومن رأس ماله رأس مالا لثورة شعبه، بصرف النظر عن الأسباب عن النتائج، لكن هناك شعب يقوم، مجموعة من المصريين يقومون بثورة ضد احتلال في ثورة القاهرة الأولى أو ثورة القاهرة الثانية. مصطفى البشتيلي يبقى في الطليعة، مش يبقى تاجر مقتدر أو غني مرفه أو مترف قاعد بيشاهد ويتابع، أو حتى راجل غني وطني يأيد ويدعم من الخلف السور ومن تحت الترابيزة. لا، لدرجة أن الجبرتي يقولك أما بولاء فإنها قامت على ساق واحدة، وتحزم الحاج مصطفى البشتيلي وأمثاله وهيجوا العامة وهيأوا عصيهم وأسلحتهم ورمحوا وصفحوا، وأول ما بدأوا به أنه ذهبوا إلى وطاق فرنسيس الذي تركوه بساحل البحر، وعنده حرسوا منهم فقتلوا من أدركوه منهم ونهبوا جميع ما به من خيام ومتاع وغيره، ورجعوا إلى البلد وفتحوا مخازن الغلال والودائع الخاصة بالفرنسوية، وأخذوا ما أحبوا منها وعملوا كرانك حول البلد ومتاريس. يعني داخل في ثورة مسلحة، رجل في الأرض. يعني طبعا لما قبضوا عليه لم يكن الأمر سهلا، وهذا المال والجاه والثروة اللي راحت علشان خاطر الوطن وعشان خاطر الثورة، وعذب، سجن وعذب ونكل به ونال ما ناله من تعذيب، لكن هم فعلوا فيه ما لم يفعله أحد في زعامة حقيقية من ندالة وخسة، إنهم سلطوا عليه بعض الرعاع والخونة والمأجورين وألقوه بينهم كي يقتلونه بأنفسهم، وكأنه آدي ولاد شعبك، آدي أبناء أمتك، آدي المصريين اللي إحنا نجحنا في إن إحنا نشتري ضمائرهم أو زمامهم، ونحولك لديهم إلى رجل مخرب وإلى رجل مدمر وإلى رجل ضد مصالحهم، فإذا بهم هم أنفسهم الذين يقتلونك. شوف، لخد حقه في هذا المشهد في حاضره ولا فيما خص بعد ذلك من وقائع سرد وتقييم، وفضل البشتيلي كأنه اسم مذكور عشان نفتكر قد إيه الظلم الذي يقع على ظهور الناس، على أكتاف الناس، رغم ما قدمونه من تضحيات ومن مجد. وعشان كده القيمة دي ما خدتش حقها، قيمة إنك إزاي، كيف تضحي بينما أنت تشوه السمعة، كيف أنت تشوش القدر. ده بقى نفس الحكاية نلاقيها صورة برضو مختلفة عند حجاج الخضري، اللي هو شيخ خضرية مصر، شيخ خضرية القاهرة، اللي قاد ثورة هائلة ضد الأتراك علشان خاطر يجيب محمد علي، حيث ارتضاه المصريون واليا لمصر، وتجمع الآلاف من أجل محمد علي، ومحمد علي ومحمد علي وعاش محمد علي، محمد علي الذي لم يكن يتكلم من اللغة العربية كلمة واحدة غير كلمة فلاح، والبعض بيضيف بيقول حمار، يعني دول كلمتين بس اللي كان عارفه محمد علي. الشعب المصري اختاره يبقى الوالي بتاعه. طيب الأتراك رافضين، العثمانيين ضد، مين بقى اللي قوم الشارع المصري ضدهم؟ حجاج الخضري، شيخ الخضرية. يا عم ما تقعد تبيع في الخضر اللي عندك فلفل وطماطم، ولا الطماطم فاكهة، يعني بيع اللي عندك لا، هذا رجل يتصدى للثورة ويقوم على أكتافه حالة شعبية هائلة جدا، تخلي هو نفسه اللي بياخد محمد علي من إيديه ويطلعه القلعة ويقعده مكان خرشد باشا، هو ورجالته الخضرية وعمال مصر وبعت مصر، ويعني شعب مصر العظيم الطيب اللي بعد سنتين اتنين كان محمد علي معلق حجاج الخضري على باب زويلة مشنوقا مقتولا، لأن حجاج الخضري لقى محمد علي بياخد البلد
عشان تبقى بلد محمد علي مش بلد المصريين.